أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات وبس. الآن نعرض لكم ونقدم لكم تردد قناة الغد على النايل سات 2022. فضائية الغد هي أول قناة إخبارية عربية تبث من القاهرة وتقدم للمشاهدين خدمات إخبارية تعتمد على الدقة والموضوعية. تسعى قناة الغد من خلال شاشتها إلى أن تكون منصة لأفكار حرة ومستنيرة ومعاصرة تتوافق مع التطور المعرفي والثقافي للشعوب العربية، وتستخدم التكنولوجيا لنشر الأخبار التي تحترم الأفكار وتواكب العصر. على الرغم من حداثة تلفزيون الغد، إلا أنها نجحت في تقديم محتوى ممتاز وتقارير إخبارية شاملة من خلال شبكة من المراسلين في المنطقة والمواقع الساخنة حول العالم تهم الجمهور العربي بالعديد من الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتحاول جذب نخبة من الإعلاميين المحترفين الذين يمكنهم تزويد الجماهير والقراء بمحتوى هادف وفريد وحيادي. تردد قناة الغد 2022، يوجد تردد واحد على القمر الصناعي نايل سات ولا يوجد تردد آخر على الأقمار الصناعية الأخرى. تردد قناة الغد 2022 على القمر الصناعي نايل سات. القمر الصناعي نايل سات، التردد 11900، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة HD وSD. إذن القمر الصناعي نايل سات، التردد 11900، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة HD وSD. إذن نكرر وأخيرا، تردد قناة الغد 2022 على القمر الصناعي نايل سات. القمر الصناعي نايل سات، التردد 11900، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة HD وSD. اسم القناة على قائمة القنوات الغد TV. بذلك نكون قدمنا لكم تردد قناة الغد العربي الفضائية الجديد على القمر الصناعي نايل سات. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.